مرحبا بكم في عدد جديد من حسيتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادكم هما ولادنا وراهم تحت جناحنا. كاين موضوع مهم هو موضوع الدلل، لي زونفون غاتي. وفعلا يعني الدلل لما يكون في حدود المعقول هو ممتع. الدلل هو شعور طفولي. موضوع الدلل شائع في المدرسة بصفة عامة، عندما الأولياء يدلوا ولادهم فإنهم يخطئون. هي من الباب تاعها كي تخبي تقول لك باش نقص المشاكل، ولكن ماهيش ظنا بلي راهي تكون مشاكل من جانب آخر. الوسطية في التربية سواء في الأسرة في العائلة أو حتى في المدرسة. حصتكم الأسبوعية ولادنا تحت جناحنا، هذه المرة تأتي بموضوع هام، هو موضوع الطفل المدلل لونفون غاتي. مع أخصائيين راح نشخصوا هذا الدلل الأطفال يعني لونفون غاتي، ونعرفوا كذلك واش هي أخطار الطفل المدلل، يعني كيفاش هذا الشيء يقدر يأثر على حياته وعلى تحصيله الدراسي. إذا تقدروا تتابعونا على موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في حلقة مقبلة في الأسبوع المقبل. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح، نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم.